طيب انا هستأذن حضرتك نرجع بقى لاسئله المشاهدين، لان ما بين اسئله يعني متكرره وفي اسئله يعني حاجات لطيفه يعني من ضمن الناس. عمر محمد مثلا من ضمن الناس بعد بيقول العين لما بتشوف الاهلي بتفرح، ولما بتشوفه كسبان بتزقطط، ولما بيخسر بتزعل، فبيسال حضرتك ده ليه علاقه بامراض العيون؟ الحقيقه ملوش علاقه بامراض العيون، هو القصه كلها طبعا طبيا عامله ازاي. الفص الامامي من المخ هو المتحكم في الشخصيه ومتحكم في العواطف، وبالتالي هو المتحكم في انه لازم يكون في استقبال للصوره، فالصوره تنتقل عن طريق العصب البصري الى الفص الامامي من المخ يتم تحليلها. فطبعا لو انه مركز العواطف متاثر بالفانيلا الحمراء يبتدي قلبك يرفرف كده، واخد بالك ضربات قلبك تزيد، واخد بالك وتحس ان انت. طب ممكن اسال سؤال بمناسبه ضربات القلب؟ في حاجات بنقراها مش عارفين صح ولا غلط، بيقول لما انت تبقى مبسوط قوي الادرينالين بيزيد، مثلا موقف حلو او قابلت حد بتحبه، في بيحصل حاجه في العين؟ ممكن جدا بجد، يعني مع الخوف الشديد ممكن يحصل اتساع في الحدقه، وفي بعض الاحيان ممكن يحصل ضيق في الحدقه على حسب التفاعل عامل ازاي. فبعض الناس مثلا لما يروحوا مثلا قاعات السينما بتبقى مظلمه مع فيلم فيه اثاره، يبتدي يحصل التغير الكيميائي، الحدقه تتسع. فطبعا دي كلها مرتبطه بتوازن كيميائي وهرمونات بتحصل جوه الجسم فتغير من الحدقه. طب يعني كلام كان سليم كويس. مهم مع فانيلة الآلي تحس ان قلبك بيرفرف.